أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. وأجمل منك لم تر قط عيني، أجمل منك لن تلد النساء ولدت مبرأ عن كل عيب كأنك قد ولدت كما تشاء. جعل المهيمن حب أحمد شيمة وأتى به في المرسلين كريمة، فغدا هواه على القلوب تميمة، وغدا هداه لهديهم تتميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. أبدى جبين أبيه شاهد نوره، سجعت به الكهان قبل ظهوره كالطير غرد معربا بصفيره عن وجه إصباح يطل نسيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أوضح فضله فتوضحا، والله بين حبه فيه
والضحى والجذع حن له هوى وترنحا والماء فاض بكفه تسنيما صلوا عليه وسلموا تسليما. ري الرواية عنه لا اسمعهن ري الرواية عنه له زكية نجواه ربانية ملكية أوصافه علوية فلكية فأخال شعري عنده تنجيما صلوا عليه وسلموا تسليما. ثانية وثالثة. ري الرواية عنه لا نجواه ربانية ملكية أوصافه علوية فلكية فأخال شعري عنده تنجيما صلوا عليه وسلموا تسليما. يا الله من فضلك يا الله. الشافع المتوسل المتقبل القانت المدثر المزمل الشافع المتوسل المتقبل القانت المدثر المزمل وافى ظهر الأرض داج ممحل فجلى البهيم به عليه وسلموا تسليما. الله
وكيلك إسرائيلي. اسم أبو إسحاق الإسرائيلي زمن الدولة الأندلسية كان يهوديا، قيل أسلم بعد ما أدري أنا بس عجبتني، قيل أسلم البحار يقولوا، فأبياته جميلة. فصلوا على محمد وآل محمد. أعيد لو أكمل. الشافي المتوسل المتقبل القانت المدثر المزمل وافى ظهر الأرض داجم ممحل فجل البهيمة به وأول هيمة صلوا عليه وسلموا تسليما. صعد النجود وسار في الأغوار، سمك السماء طورا وبطن متقسما في طاعة الجبار، ما أشرف المقسوم والتقسيم، صلوا عليه وسلموا تسليما. طاو يفيض الزاد في أصحابه، طاو يفيض الزاد في أصحابه، غيث ولكن كان يستضحى به، طابت ضمائر قلبه وترابه منه بسر لم يكن مكتوما، صلوا عليه وسلموا تسليما. يا شوقي الحامي إلى ذاك الحما، ومن يجي الشوق يجي العراق. يا شوقي الحامي إلى ذاك الحما، فمتى أقضيه غراما مغرما. صلوا على النبي. يا
شوقي الحامي إلى ذاك الحما فمتى أقضي غراما مغرما ومتى أعانقه صعيدا مكرما بضمير كل موحد ملثوما صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ليلة يجري الزمان فتسبق الحجب في كان مسك الليل قبلك يعبق بشرى 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 محمد استفاد نسيما صلوا عليه وسلموا تسليما. بشرى محمد استفاد نسيما صلوا عليه وسلموا تسليما. اختاره رب السماوات العلى واختصه كرمات وفضل وهداه بالوحي الشريف مفضلا سؤلا وذكرا من لدنه حكيما صلوا عليه وسلموا تسليما. مني السلام عليك ما هب الصبا وتعانقت عذبات بانات الربا وتناوحت ورق الحمائم في ربا وأضاء نورك في السماء نجوما صلوا عليه وسلموا تسليما. وعليك صلى الله
وعليك صلى الله غالب أمره تعداد موجود الوجود بأسره بالله 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 يا متلذذين بذكري بالله يا متلذذين بذكره من كان منكم ضاعنا ومقيما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وفي مولد مولانا رسول الله محمد. يا مستمعين النظام انشا الشاعر وجعل يقول أفلح من صلى على الرسول وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد وآل محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد وآل محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد وآل محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد وآل محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد وآله كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به البلاء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقصمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما أضعفت به الأحوال وأحذرت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما على رسول الله. الحمد لله الذي نقل نور محمد في الأصلاب من آدم إلى نوح وشيث وإبراهيم وإسماعيل وكل نبي غدا به مستجيرا وما منهم من أحد إلا أخذ عليه العهد والميثاق ليؤمنن به ولينصرنه وكان ذلك في الكتاب مسطورا فآدم لأجله تاب الله عليه وإدريس بسببه رفعه الله إليه ونوح في الفلك به توسل وهود في دعائه عليه عول والخليل به تشفع وإسماعيل به تضرع وموسى أعلم قومه بمكالمته وعيسى بشر به وبوجوده وطلب المهلة إلى زمانه ليكون له نصيرا والأحبار به أخبرت والكهان به أعلنت والجن برسالته آمنت والآيات باسمه نطقت ونار فارس من نوره أخمدت والأسرة بملوكها تزلزلت والتيجان من على رؤوس أربابها تساقطت وبحيرة طبريا عند ظهوره وقفت وكم من عين نبعت وفارت وانشق إيوان كسرى وشرفاته هوت وملائكة السبع السماوات بمولده تباشرت والسما شرفا له حرست والشهب إكراما له لمسترق السمع رجمت وإبليس صاح على نفسه ويلا وثبورا من رسول الله.
اللهم صل على محمد وآله وشفعنا به يوم نلقاك يا رب العالمين. قال: ولما خلق الله آدم ظهر نوره واسمه مكتوبا على ساق العرش سطرا، فلما انتقل النور إلى شيث عليه السلام ظهر لنور النبي جمال وحسن عظيم. فلما بلغ نوره نوحا أمسى فلكه به على الجودي مستقرا، ولما بلغ إبراهيم الخليل صارت النار عليه بردا وسلاما، ولما بلغ نوره إسماعيل فدي بالذبح العظيم كرامة للنبي الكريم أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله وزدنا في محبتهم ومعرفتهم يا كريم. فلما بلغ نوره عبد المطلب عليه السلام وجد يسرا بعد عسر، ورد بنور المصطفى الفيل، وكسر أبرهته كسرا، واهتز البيت الحرام طربا، وأشرقت الصفا بنور محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أكثروا من الصلاة عليه. ألف الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكرم بها مثوى وتشرف بها عقبى وتبلغه من الشفاعة رضاه ومنا. يقول أمير المؤمنين: فهو خيركم نفسا وأطهركم قلبا وأصدقكم قولا وأذكاكم فعلا وأنبتكم أصلا وأوفاكم عهدا وأمكنكم مجدا وأكرمكم نفسا وأحسنكم خلقا وخلقا وأطيبكم فرعا وأحلاكم كلاما وأزكاكم سلاما وأجلكم قدرا وأعظمكم فخرا وأكثركم شكرا وأرفعكم ذكرا وأعلاكم أمرا وأجملكم صبرا وأقربكم يسرا وأفضلكم مقاما وأوضحكم بيانا وأجملكم حبورا وأنوركم حيا ومقبورا. رسول الله صلى اللهم صلي على محمد وآله وشفعنا بهم يوم نلقاك يا رب العالمين. فلما بلغ النور عبد الله بن عبد المطلب وبلغ مبالغ الرجال زوجه أبوه آمنة بنت وهم، فضجت الملائكة بالتهليل والتسبيح والتكبير، وفتحوا أبواب الجنان وأغلقوا أبواب النيران، وأمر الله ملكا فنزل بعقد من الجمان وضعه على جيد آمنة فأشرق وجهها نورا، وأطعم عبد المطلب الناس 7 أيام بلياليهن كرامة لرسول الله صلى قال: فلما حملت بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله أتاها آدم عليه السلام وأخبرها بمحمد خير الأنام، وفي الثانية أتاها إدريس وأعلمها بمحمد وفضله النفيس، وفي الثالثة أتاها نوح وأعلمها أن ابنها صاحب النصر والفتوح، وفي الشهر الرابع أتاها إبراهيم الخليل وأعلمها بقدر محمد وشرفه الجليل، وفي الخامس أتاها إسماعيل وأعلمها أن ابنها صاحب المكارم والتبجيل، وفي السادس أتاها موسى الكليم وأعلمها بقدر محمد وجاهه العظيم، وفي السابع أتاها داود وأعلمها أن ابنها صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى يوم الخلود، وفي الثامن أتى سليمان وأعلمها أن ابنها نبي آخر الزمان، وفي الشهر التاسع أتاها عيسى المسيح وأعلمها أن ابنها صاحب القول الصحيح والدين الرجيح، وكل يقول بشراك يا أمنة فقد حملت بسيد الدنيا والآخرة، فإذا وضعته فاسمه محمد صلى. قالت فاطمة بنت أسد سلام الله عليها: وفي أول ليلة من ربيع أشرق وجه آمنة نورا. رسول الله
حتى صرن نساء مكة يخطن ثيابهن على وجهها في الليلة الظلماء. صلوا على النور الأزهر والكوكب الأزهر أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت آمنة بنت وهب سلام الله عليها: فلما جاءت الليلة السابعة عشر من شهر ربيع الأول أشرقت الأنوار وفاحت روائح الجنان، وأحسست بدنو الولادة فبكيت على وحدتي، فبينما أنا كذلك إذ بالحائط قد انشق وخرج منه ثلاث نسوة يشبهن بنات عبد مناف بأزر بيض تفوح منهن رائحة المسك، فسلمن علي بأفصح لسان وأعذب كلام، فقلن لي: لا تخافي ولا تحزني. قلت: من أنتن؟ قلن: حواء وآسيا ومريم ابنة عمران. ثم دخل بعدهن عشر نسوة، فقلت: من أنتن؟ قلن: من الحور العين. حضرنا ولادة سيد المرسلين أبي القاسم محمد. قالت: فكشف الله لها عن بصرها، فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، ورأيت ثلاثة أعلام قد نصبت علم بالمشرق وآخر بالمغرب، وعلم على ظهر الكعبة، ورأيت بصر الشام قد أضاءت وانخمدت نيران فارس، وتساقطت أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى، وغارت بحيرة ساوى، ورأيت الملائكة أفواجا، ورأيت الطيور قد سدت الفضاء بخضر المرجل خضر الأرجل بمناقير كأنهن الياقوت، يسبحن الله بلغات شتى. فأخذني العطش، وإذا بطائر قد أبط علي وعلى رأسه شربة من لؤلؤة بيضاء، فشربت ذلك الماء فطاب قلبي وحمدت ربي. فمن كانت له حاجة أو كان له مريض فليقل: إلهنا يا سامع الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الخطيئات، يا كاشف البليات، بمحمد وآله سفن النجاة وخير البريات. قالت آمنة، فسكنت الأصوات وهدأت الحركات وتطاولت الأعناق، فمر الطائر بجناحيه على ظهري، فوضعت محمد جت الملائكة بالتسبيح والتهليل والتكبير للملك الجليل، وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران. فرحا بولادة سيد الأكوان سيد ولد عدنان، اللهم شفعه فينا يا حنان يا منان، بجاهه وجاه آل سادات الأكوان أفضل الصلاة. أهلا بشهر الوفا ومولد المصطفى، أهلا بشهر الوفا ومولد المصطفى، فيه الهنا والصفا سبع عشر ما خفا، أهلا بشهر الوفا. أهلا بشهر الوفا ومولد المصطفى، أهلا بشهر بلا تصفيق رحم الله والديك، انتوا ردوا أول. أهلا بشهر الوفا ومولد المصطفى، أهلا فيه الهنا والصفا سبع عشر ما خفا، أهلا أهلا بذاك الجمال قد زاح عنا الظلال، ولح فجر الوصال وغاب ليل الجفا، أهلا
إيوان كسرى نبأ وقال هذا النبأ ونار فارس خفى لهيبها وانطفى إيوان كسرى نبأ وقال هذا النبأ ونار فارس خفى لهيبها وانطفى لما رأيت وذي أنواره سطعت على بصري خوفا على بصري من نور طلعته فلست أنظره إلا على قدري روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت بالأنجم الزهوري نسجت بالأنجم الزهري وحلى ومحمد أجمل من البدر وحلى ويريج السلسبيل العذب يا غاتي وحلى نزل عالهادي من الله وحيلة ولبس تاج الرسالة لأحمد يا أفضل الصلاة.